سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، الباب الثامن باب الاستقامة. توسنانته أيوب باب هي إن ودد إله لو توسناده. قال الله تعالى إله يوحي فاستقم كما أمرت فلو فري أتصنو. وقال تعالى إله مكروحي هدره إن الذين قالوا قال يها إيويري ربنا أنك رب يا الله ثم استقاموا كدمنا كتوس ناضي مقتضاها كلمة توحيد تتنزل عليهم الملائكة ملائكة بكسوة دا دكتة ألا تخافوا بألا تخافها بقنا إيضاله ولا تحزنوا همرقنا إيضاله وأبشروا بشاريس بالجنة بشاريس التي كنتم توعدون أي لمي بوهي نحن أولياؤكم بانو النهاي قال لها إذن لها الله دانو النهاي هو وحن النهاي أولياء ذي نأة في الحياة الدنيا وأصحابتي نأة على قضاء إذن الله في الحياة الدنيا نرش الدنيا إنت الدوتان وفي الآخرة تنضم بأي صوص صوت ولكم فيها نرش أوحد كل ذي ما تشتهي أنفسكم نفتي نوحى إجعشهي ولكم فيها وحد كل ذي ما تدعون نزلا من غفور الرحيم محل واحد طلبتان والذين وانا مرتقاد الى حقيس انك قصونا الله دم دافك بضن ان حريص بضن. وقال تعالى الى يحر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال يا ربي والله الهي ربي انو كدبنا توصنا ذي بقين يمرق بما هان ضنط أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وأن ذاتك أهل جنها وهل كاب يكوار الدونان إليه سبحانه وتعالى نبه كاب المرين دونا عملك إليه مادين آية ذا ترضى بضنا وآيذه قصة أرى في باب الاستقامة عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه الله وضع ما يعبوه على الشاقي قال وحير قلت وحانري يا رسول الله قل لي وحد إيتر هذا في الإسلام في شأن الإسلام قولا وحوني له يعني بمعنى أوراه إده هذا الإده قول كاسو لا أسأل عنه أنا ويدين دون أحدا روح غيرك روح سؤالي أنا نهي وحان ربا كلمة يضو كوبا أقرصا قنالة ينحر له إسلام كقصاب سن إيشاك أو دب دم بعيدا ويدي أينجل. قال بحر النبي صلى الله عليه وسلم قل له حتى لذا آمنت بالله إنت عنده إله من رمي ثم استقم توصنو إسلام كوبا إنت رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كالله بحر قاربوا المقاربة محل قوضة هكبت بديننا هنا قابلنا او اسكت داي ان اد سو دويسان وسددوا توسناد سداد ما لغا ودا توسنو وعلموا اوغو اما اوغادا ده انه لن ينجو ان سنبد بادين وعلموا اوغادا انه شاني لن ينجو ان سنبد بادين احد روح روح اسميكم انك ان كمد بعمل عملك سنكبد بادين مالك هوسك حريق هوسك حريق يعني معنى وقاذا قف عمل كي سكبت بادي إنو سنجد قالوا وحينا ولا أنت يا رسول الله حتى أذيك حتى أذيك حتى عملك كومت بادي سنية قال وحينا ولا أنا أني حتى إلا أن يتغمدني الله برحمته إنو إلهي إن حريسي سأوق الذي سنة يمويانه أن برحمة إنو أوق الذي سنة حريسه من حقي سكاهتي وفضل دائرات إن إلهي إسكي دايؤو وأن حريسي سيفدي جيس الجنة يقول لي مويان حتى أنا ورسول كي محمد عمل كي الجنة يقول لي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم بحديث وري المقاربة قارب محل قوضة أي القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير ونحن حيست وقارب قارب ونحن حيست غلو نهلا إيمان هكبط بذين تقصير نهلا إيمان هكابين والسداد محل قوضة وسددوا أي الاستقامة توصنانشو والإصابة إن لحلال وميشي لوسع مثلا سدد الرمي هدان له هلكي الربيب وشي شوي
يتغمدني او يتغمدني محل غوضه اي يلبسني ويسترني انه الله يهويه يقول قريه يقول قال الله يسته مويانا سكر جنكم ذلك. قال العلماء علماء روح يدين معنى الاستقامه حتى غوضه لزوم طاعه الله تعالى ان اله دعدي سلا لازم. قالوا حين وهي من جوامع الكلم وحيكم تلك كلمتها ورسانه النبي قال السيد وهي نظام الأمور وحا وحو الباب النظام كيدوي وبالله توفيق تعريف كان وان الله نشاك مالك لابد حديث باب كسو أراري وحين بارين وحا لو يقان الاستقامة استقامة دو إن يتهي قف كإن وددي وقبصدي سحظة قالوا ربنا الله ذا سئن وسي سعوده إلهي بقى إيه ربي معنى النبي كان رمي كتاب كيبان رمي وحي الإيس وحي اللي فريبان رمي لا إمد وحي اللي قريبان كريبتونا هالكاسي كسو عنسه. باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وحيوب بابته إن لا يفكره وقفك أكور قاله إلهي كيسي مخلوقات كيسان عيدا كبضا وينك إليه وفناء الدنيا الدنيا إن دمانس وأهوال الآخرة آخرة بكجرة وسائر أمورها وسائر أمورهما لبدو داس وحي أمورته دلحي الدنيا آخرة وتقصير النفس نفس الضقابين تيده وتهذيبها هو في الديدة وحملها كحنبالي تانك على الاستقامة إني توصناتنا وحنباره أي بابها. قال الله تعالى إلهي وحيد إنما أعظكم وحن إذن كو عدية ضضو بواحدة أي بخصلة واحد هل أرن سمعي أن تقوموا إن الاستاكتان إلى الكين لله أو الاستاكتان مثنى لغلبة وفرادى من مد ثم تتفكروا كدمنا أدان كسفي عن وما أردت تريث له أدو كورقشان. وقال تعالى إلهي في هدنا إن في خلق السماوات والأرض عرك يلوك أبور كود واختلاف الليل والنهار هبينك إيمانك إسبدل يان لآيات على مضى كسوغن لأولي الألباب ذاتك إن دار قرتضع بيغسو غنته الذين أولو الألباب كاسو يذكرون الله إلهي حسين قياما إيغو تاغا وقعودا إيغو فليا وعلى جنوبه يغلين عنا عجيفة ويتفكرون أكور قلية في خلق السماوات والأرض عرك لولك أبور كودة يقولون يغل أسو قد ربنا يا ربنا مركي أركان سمضا سيؤسما يسنتها أرض سيؤسما يسنتها بيوحي لي ربنا يا ربنا ما خلقت ماذا أبور هذا كونك كان سيدا إسكو هيست قروح ذن له باطل باطل ماذا أبور سبحانك ربه فنانت هذه عذابك نقبت بادي وطني أيضا. وقال تعالى إلى يوحي أفلا ينظرون ميان أكور قلين إلى الإبل قيلي كيف خلق سيد الله أبوره وإلى السماء سمدي كيف رفع سيد الله كرياله وإلى الجبال بوره كيف نصب سيد الله فيدي وإلى الأرض أرضي كيف سطح سيد الله فيدي وفذكر نركو إلى الجبال كيف نصب سيد الله تعقيده وإلى الأرض أرضي كيف سطح سيد الله فيدي فذكر أدواني إنما أنت مذكر مدواننا يا إياته. وقال تعالى إلى يوحي أفلم يسيروا مياني كس عضال في الأرض فينظروا مركا فيريان خبو أبورك إلهي. الآيات في الباب كثيرة ومن الأحاديث حديث حاكم الحديث السابق حديث نص وهر مريو أها الكيس من دان نفسه باب كان وسوق الكرام. باب المبادرة إلى الخيرات خيرات إن لو دق دق أيوب باب يهي يوحث من حايدين قرن ما شاس حضارة قال ضنا وحث ما شاء مركة إسكسح وألفت ألفت كجي تكسارة وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد هل كلامت مركة زيادة إسكسارة. باب المبادرة إلى الخيرات خيرات كن لو دق دقو يحث من روح بورنتي توجه لخير خير كأجهيستي على الإقبال إنو قابله عليه قيل خير كإنو قابله بالجد سد ذال ورب من غير تردد أنو لبلبين يعني المعنى هو محي خير كن إن لو دق دقو سد أي تهانا خير كإن لو أبارو أنقفكي أنو هكت أنو قل. قال الله تعالى إلهي مركو حيري فاستبقوا الخيرات خيرات كأدك دقع. وقال تعالى إلهي مركو حيري وسارعوا دق دقع إلى مغفرة دملاف أدك دقع
لبي لا فكاس من ربك مربيين حقي سكاء هذا وجنة جنة ودق دقع جنة ذاس عرضها بل كيدو السماوات عرقي والأرض ركي أويه جنة ذاس عدة للمتقين كو متقين تا أما كو إلهي كبق الودي. أما الأحاديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه حال قولي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال إنه بادروا دق دق بالأعمال أعماش الدق دق فتن كلا دق دق فتن إنت يسندعين كهر أعماش الله إماذا فتن تاسو كقطع الليل المظلم هبين مبدية أو قدع الأجره قوسمه سوء كلا إلى هبينكو قاسم بقاسم كو كدم بي وكسي مبدي سي يعني معنى مركي قبل كو دعاء ولي بعض دم بي افتين يار بعض دم بي مركا هبين كبركي هبين بركي لقارو مركا وقت قدم بي لقارو مروا مركا دم بي سي هبين كو سي مبدي بي في تنتون واساس ومد باب الله وانا اسمد كو حكتا كدر مد كو حكتا كدر الى قيامها وكدعاء هدو انت وقت يا لقارو عماش بديل في تنتو النبي نوشي يوحي يصبح الرجل قفك يحوى بريسان يا مؤمن يسوغ مؤمنة ويمسي وحو قلبي سنة وقبل كأول عيا كافر إسوق قال ويمسي وحو قلبي سنة يا وقبل كأول عيا مؤمن إسوق ويصبح وحو بري سنة هردد كسو كعيا كافر إسوق قال في تنسى سو كلا إيمان دونت وقفك بين عشية وضحاها دينك حق أو ليك إيه إنت اللي قال والعماش بذي هل كان مركب حلقة قادنا يا إن عمل كوناكسن الله بذي إن وأنه قندون صحيح لجوجود بدون في تنتا إيمان دونت وحياه لو جبت بادي نيت نبي قمر كل حيري في تناضل صمك الناس يقول حيري يبيع دينه قفكي مؤمن كأه دين كيسو بيعنيا بعرض بربر كوب بيعنيا من الدنيا الدنيا دي يعني حاين يربوسي سنة شلمات يرئي كرسي يرئي منصب يرئي مقع يرئي تايتل يو وحن معنا لهم بوسي سنة دين كي لحي رواه مسلم. الثاني حديث يا لباد عن أبي سروعة إيو عن أبي سروعة انتو بالا تماما بكسر السين وسروع على الله إيوه بفتح السين سروع الله الله أكبر. عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال وحري صليت وحانت كذي وراء النبي نبي كذبت كذي بالمدينة أيام كلت كذي العصر لت كذي نبي المدينة لت كلت كذي صلاة عصر فسلم صلاة عصر بك سلام نقصدي ثم قام مركز اشتاق مسرعا يسوق الدقدقي فتخطى النبي يقول كتر الله بصدي ما كتر الله بصدي رقاب الناس دتك ماشي في دي وكتر الله سلقون تودي دتك وكدوا الطلاب صدي الى بعض حجر نسائه وحونا ودقاقي ودقدقي قال لك هوينك شو الدقيني لان النبي صلى الله عليه وسلم ايوه هل كنت دقيني يعني مزيد ساسي شو صار معي ففزع الناس أما ففزع الناس دتك بأرجع حي من سرعة النبي دق دقيسي كلا يعني أي كأرجع حي حيا لي النبي حلقوا مركو صلاة لما يسون وردوا أذكارتي أقري لكن السلام عليكم مركو يري ودخل كذب الله صدق قل كيس نوقل فخرج إليه فخرج عليهم كذب وصبح النبي فرأى وحو أرك النبي أنهم قد عجبوا من سرعتي إن دتك لا يبيهين دق دق والنبي دق دق إن لا يبيهين بأركي قال وحيري ذكرت وحان حصوصتي شيئا بان حصوصتي من تبر عدير الذهب أما قلنا أيان حصوصتي عندنا قريق النويل إن يربان حصوصتي فكرهت وحان كبقي أنكهضي أن يحبسني إنو حباسه وما أردت إحيره فأمرت بقسمته وحان مرك فري إن لقي بيضتك مكا لصير. وفي رواية له رواية كلا وهذا البخاري ورواه البخاري بقى هيدا كنت خلفت في البيت تبرا وحنقول لك هجسو التقي عد ير او الذهب اما قلنا من الصدقة صدقة دي فكرهت وحانك هذي او اللي بي ان ابيته ان اكتي بريء هل كي اويال التبر حلقه وذهب يري قطع ذهب من او قطع ذهب او فضة وعدد يرو ذهب أما قال لك كوبا مرك أما كسر ميسر نبي صلى الله عليه وسلم مركي صلاة السلام عليكم اللي يريب هاروك أردي وحكى لما أقول صح صدي تبريغا ماشي رواية الكواد رواية اللبات رواية اللبات بفصير يسو حيث حالات النبي صدق الله كان وماشي
وكبقى مركه انه هلكا ويال محايل دد با لو تلا قال دد كي لها وان مركه متيسو ان لو جي وامد اما هدو حاله اسغ لي ويهانا يروح وكبقى يوم القيامه قبو قفكو كحاله بدن وكحيرين جنده مركي وهر كما قالوا فقرضها هر مرته ددك حالها لا تنادين دد لو دغيا تابان ديديا بي اما شريماتك انه غرغي يالان تانا مركه وخا لا قادانيا قفكو حاجديسا كبحسن انه غرغي دغتاي انا سنهاي. الثالث حديث كسدحات من الباب عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي قال رجل نبا وحيري للنبي نبي وحيري يوم أحد مالك أحد أرأيت إن قتلت رسول الله كورا هدي لا يدلو فأين أنا ديالك باب الله جهتك أحد بوعي نبي سؤال ويدهم رسول الله هدي هل كان لا يدلو أين أنا هل كيفان هنطانا قال وحيري في الجنة جنة جليسة فألقى تمرات تمر وهي ستيبو انت اسكتور تمر تاسو كنا في يدي قعنت وجدته وهلك كفر لي ثم قاتل مركب صدقالك قالي حتى قتل إلى اللي قدل دررت أبو كجر إلى اللي قدل متفق عليه. هل كان هو باب السرعة أو باب المبادرة إن لو دق دق خيرك هم قالوا إن حانس هلي دونا دنات قلي دون تا تمر تبو كجارسين وهلك سكتور مركب صدقال ماشي قالي كدمنا هلك سال قدل. الرابع حديث أفراد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحيد جاء رجل نبا أيمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيمد فقال وحيد يا رسول الله أي الصدقة أعظم صدق الله لبحه أي الصدقة أعظم أجرا تأو أجر وين صدقة وين بلانتا لكن ما حان ربا مد أو أجر كوين. قال وحيد أنت صدق إن صدق لبح ذيب وأنت صحيح أذو فيو صحيح باشي معركتي تشيل يا حوغا اي كوغو جيرتو معركتي ان يرو غعنادي كوغو جيرو تخشى الفقر فقري اتكب قنيسد وتامل الغنى ان يديشنيسد ان هضمي دونتيد او الهي كو هضمي دونو ولا تهمل هاو كورن هسوغين حتى اذا بلغت الحلقوم مركي روح ذا اي غارتو هنغوريغا او كالحمها لغارو او نفتو اي بيه ربتو قلت انا دهدي مركه لفلان كذا هبل انت هل بولي هل سي ولفلان كذا هبل انت بولي هل سي وقد كان لفلان وحن ادي ادا قيبن اسمر هرب ان كان وي وها تو ادو انت ادن قيبن بو بلي هبا متفق عليه. مركه النبي صلى الله عليه وسلم في يري صدقته هو نفسه وحال يري صدقته ان لب حديد اضو فيو كو قف مركو فيو يحيى افرتكم او هيستان او كبقي اني هدي او بخي كلا دادانيا وزلي خلاص مال علا دادي دونتا سك حبا صوتا بان دونتا وباشي كو دب عاليو وكو غان اديغيو وكبقي فقري صدقتها ساغونكس يعني معنى ما واحد مركي وخا بطان لغا حدلي ما لكن وافر كومي او بيلكي او مشاركي او انت يرايدا او عيد اد كو الهان لهي اي الله بحيسا وان اوقت هداد بحيسد ان مش جاري دون عافي ما نوض قطاي مالك حنونه يسمى كامله أذاب الرادين وتأمل الغنى أذاب الروي شلمات كشلمات كأن يكون درس من كأسا صدق أول نكسن بمعنى موحي آد هيسد أو كابت بطي هداد بحيسد يلا صدق أيتها أجر لا لكن تن لا أجر معها مركن أبو حلو لا تهمل ديب هاو ديجن أو هاو كورنين هاو سوجن حوالها إنا لبحت ديب هاو ديجن حتى إذا بلغت الحلقوم أي حتى إذا بلغت الأرواح الحلقوم مركي روح ذو أي جارتو كالحمه او اي هنغوريغا غارتو او اي بيحربتو اسلايت خلاص حدا نصب حيسا مركا واد اوغتا شيلما كاين حو كوتيرين دونين كداشان لدخل دونا او مركا حديين هبلنا انت هلا سي هبلنا انت هلا سي مره هرب وحا قفكا كان وخي سبب ليهاب. الخامس حديث يا شاناد عن انس اي الحلقوم حلقا ودا مجرى النفس هلك هودو اي مرتو والمريء حلقا ودا مجرى الطعام والشراب هلك راشينكا ايو ينتظر أي مرته. مركة حلقوم المريء ونوكلا صار اللغة العربية مريء هذه اللي استعمال كلمة ومجرى الطعام والشراب وهنجر مرانكا هلك وراشينك أمره عبيتانك أمره حلقوم مركة اللي ما شهود أي مرته. الخامس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال أخذ سيفا سيف بوساء قبطي وأقعد يوم أحد سيف بوسائل فقال مركو في سيفتي مركو كور وقعد بحيري من يأخذ مني هذا يا إيقال وريقية يا إيقال قاضني
فبسطوا ايديهم قعمها لولا تاكت اني 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 بقعنتو تاكت كل انسان منهم نينك يا كم يقول يسوي انا اني يدي انا الرب انا قاضي رسول الله. قال النبي كما كان سوي هذا من ياخذه بحقه يا حق سيفتن الا لك قاضي دون سيفتن حق بل الحق مدن كيد يا مرين دون فاحجم الناس تتكوي هكذا. فقال ابو دجانه مرك وحيد انا اخذه بحقي انا حقي سكو قاضي رسول الله سي. فاخذه مركز سقاط سيفتي ففلق به هام المشركين مركز مركي سا ولم بلي والله بلا وقد نمكي مشركين تأمل مدحيدود. ابو دجانه وقال به جري سماك او سماك ابن خرشه ما يعصولها من خرشه كلمه احجم الناس اي توقفوا وهكذا وفلق اي شق وكدل العيون هام المشركين اي رؤوسهم سيفتبوا قاضي نمنكي مشركين تام مدح يدو لا دعاي مركب صلى الله بالله هلك ابو طور. اذا مركب بحقه من ياخذ صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لغه يقينين والنبي قال الصعدان ويفهم الجليل يا حق اذا كو قادن مدن كيد يا مرني انا قادن يمكن لك مره هلك ابو دجان مركب ضفي بو سي حرق له وحال شيء مشركين تونا ميل ودا دغي سيدي حديث نو سو اروتي سيرادا. السادس حديث الإلحاد عن الزبير بن عدي وحال قولي قال انو أتينا أنس بن مالك أنس بن أنمد رضي الله عنه الله كراد النقضية فشكونا إليه وحن وقعب الني ما نلقى من الحجاج نينكي حجاج ابن يوسف وحن كرق المين حجاج من سهلا ما هي نوحو أها أنا سهلا نين ومسلمين تصامر يسوي قرآن كسوي قان عدو تقان أي جرين مخلد جرين سيد الله تلمامه من سهلا ماهن خطيب بوها مفوها لكن ليجا أي أفضها وننكي أنا من الجلا وطلع ثنايا وننكي أنتم من برك أنتم صاكر يري حدا إنك هذا شقاء إنك هذا قضانية من سهلا ما كمان آد بضدك أقول لهم جري. لذلك الإمام الذهبي مركو ترجمة وحكوت المامة يقولون دم المسلم فاسقة يعني أنا ليجا ما سهلنا لا مركا عدي الزبير بن عدي باوح إليه أنا سبان أني مت مركة حسان مركة وعفانا إنه حلانا وإنك وحن نقوها يميادا أركين وضعنا أنا مركي قف كما راح ضعها وما ملكة هي الضوء قف حني هدد كوي سقع عوضانه وإنك كلو مركة وحي سأشاكتا. فقال مركة وحي لأنس وضدك أعقل عليني اسبروا اسك الصبر فإنه لا يأتي زمان زمن ما إيمانه إلا والذي كي بعده كدم بايا أي شر كشر بضن منه زمن كات حتى تلقوا ربكم إلا ربي جنك لك ولانتا إنه هذا كان عاد كشيء كان يسأل صوما كان كل حاجة كضرر وأنا قاعدة أن حي موجنس زمن كسو وياي يعني هذا صار له ده ما دحوينها متقدم بيا كضرر كا متقدم بيا كضرر دولة أن تقدم بيا كضرر أمير كان كضم بيا كضرر حالة أن هذا يعني وضعي هذا الوجود مدة كضرر أولاد زمن كجوكتك هو كضم بيا كضرر إلا والذي بعده شر منه زمن زمن كذب بيك شر بضين مركب سورة سمعته من نبيكم هذا كذا بجيب كي كلام إيمان هدو قال سمعته من نبيكم نبي جينا كم مقل نبي قال سيد صلى الله عليه وسلم رواه البخاري مركب وقول رواه إيمان له هذا حجاج بذكي قال لنا يسن صوما ها كان كذب بيك الضر مركب مالك حريق له. السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قل عيدي بادلوا دقدقة بالأعمال عماشي لدك دقة سبعا تضبك لدك دقة تضبك شيء انت لقارن عماش الله إماد هل تنتظرون موحى سجيسان إلا فقرا فقري فقري قاس منسي وحلمانسية قفك مركو فقري قفك وكبطو دقاها ترترم يهنمان كيساب بضاني أو غنا أما وهضان تنماء تاسو مضيا قفك كبر إيقاء كبارت حد قذب كبارت ميا سجيسان إنه وحكا لماهان أو مرضا أما عذر كاسو مفسدا فسهادية أو قف مركو عذر كوي مادنا وهذا أركتني وحقب سنكر ما أو هرما أما وداء كاسو مفندا حتى تبي قفك وأساس قلية أو موتا أما جيري مجهزا قفك إسراعي الدنيا بكوضة أو الدجال ميا وحكر ميا سوقي إنسان فشر غائب مد مقام أو ينتظر للسوقي والدجال كي أو الساعة ساعة ميا سوقي إنسان فالساعة ساعدي بأدها كدرا وأمر كسي قرار
يعني معنى وحور النبي صلى الله عليه وسلم تلمامي انت انو فقر ايمان عملك الله ايمان انت انو غنى ايمان عملك بدي انت سن مرض ايمان عملك بدي انت انو هرم ايمان عملك بدي انت سن مود ايمان عملك بدي انت سن دجال ايمان عملك بدي انت انا سعد ايمان تضبضا كهر دداله تضبضا مركي لجاره قفك مركي فقري وكبتنا بابا اسايا يعني عبادتي انه ويكون كان دونته markii qina u yimaadana sidaas oo kale markaad xanuunsatidna ka daran markaad da'ta hana soonkii oo ka bilaabaysa fiidi ku bilaabaysa ku kale iska bada geeri marka la gaarana tagta dajjal markuu yimaadana adduunka wada shar wey markay saacadu ay timaadana adduunka lagu kala tagay marka toddobaad shay intaan la gaarin ma ka hor amalka badi rawahu tirmidhi wa qala hadithan hasan الثامن عنه اي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر مالكي خيبر وصانت كي تضباد دقالك لقلي لأعطينا هذه الراية بنديرة أوتنا علن كان أوكنا أي وحان سينيا أو سينيا رجلا ننبا سينيا ننكاس يحب الله ورسوله إلى رسول كي سجعل يعني وماشي وسر يسوي قف إلهي رسولك سجعل بان علن كان سينيا معنى بنديرة مركا علن كلا تنمام و دقال بان الهجامينية قف بقى بان دولة لغا دقية عمل كديبيد اللو حنو نجي ده علن كديبيد اللو ديبي نحو موجينية انو قف قف للدارتية الله دارتي انو ها هجامية دولان كي انو هجامية نين ساسا سينيا دون الهجامية يفتح الله ننكاسو إلهي وكفر على يديه إسايا قعميس labadi sagacmood ba ilaahay wuxuu sabab uga dhigayaa halka aan rabno ee dagaalka aan ku qaadayno in ilaahay ku furto qala umar wuxuu yiri umar radiyallahu anhu markaan maqlay biir rajulun yuhibbu allaha wa rasuulahu yaftahu allaha alayhi ma ahbabtu al-imarata illa yawmayn waligi madaxtinimo ma jeclaan maalinka mooyaan maalinka un bay iga dhigtay xal maalinkaas ilaa waxaa lagu sheegay yuhibbu allaha wa rasuulahu kadibna waxaa la sheegay inuu injaaz iyo nasri soo hoyn doono ما انت بقى قشبي رباش فتساورت لها بير مر كدي بان حوغا او هنقل تاغي رجاء ان ندعى لها سي لي انا رجك قبا ان لي غو ييرو مر حوغا باشي وان حوغا وحن بالله بير ان ان ما عرفت اربها كو استاغ او باشي اسمو جيو انا رجك قبا ان لي غو ييرو لي عمر قال اديق وي نينكا الذي يحبه الله ورسوله ماشان لو فرن دونا انت ما انك سهنغري قلبي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كحوية علي بن أبي طالب بتكلم بنتو كل هذا علي إياه فأعطاه إياها مركب النبي قد يبي علنك وقال بحر امش صع ولا تلتفت هم العسن حتى يفتح الله عليك إلا إلى هي وكاغف ورماشة نسعت فسهر علي شيء علي مركب إياه صع ذي كدب ثم وقف مركب سهدنا هكذا استاجي ولم يلتفت موسى صام الإنسان عم بعمل كوسعود يستغفر فصرخ مركزوه سوء قيلي استغفر أنا لنا من الإنسان يا رسول الله على ماذا أقاتل أم حان كنت قال لنا رسول الله إيشه قال النبي يقول قاتلهم لا تقال حتى يشهدوا إلى كقران أن لا إله إلا الله مد حق لو عبد إنه سجري إله مبين وأن محمدا رسول الله إنه إلا كقران دقال كلاقل فإذا فعلوا ذلك هذا يسيرا سميان قد منعوا منك حكاء إلى ليان وكاربا دماءهم ليققوا وأموالهم حوله إلا بحقها بحق مويان قفك قف دلين قفك رجم وطيس وميشي وحسابهم إلى إيق حساب تنكوذ إلا حساب تنكوذ على الله وسارين وحا أقرصون يوحا كالي حوسك سمين وأرين كالي وإنه إنا نوء لكن إلهي أوليه تنسى وحال هذا أضوي نادتك أنت أوشي رواه مسلم بوري فتساورت له هو بالسين المهملة وسينا للدبعين أي وثبت متطلعا ونبوذي أنا مرك أهن قلتاقي الضبا علي بن أبي طالب فدي يسأل كم بالو شيء يحب الله ورسوله درجة ما شو سر يسوي علي أنت صار كم بالا إنه خليفة المسلمين إنه خليفة أفراد إنه كيها من العشر المبشرين بالجنة انت ساقف لنا ان يسوق ير رمي انت ساقف لنا او بعنا شغل كشيعة كبد بنت الا هير
قاركود اي لا غارين انو اله ياهي اما ان وحي كو سوده النبي محمد لكن سي قلد كو سوده علي بن ابي طالب لكن سي قلد النبي محمد او قات ان درجه اولوهي لا غارسي ان لي يراه دولكا كوما حوالك عركا سو جرا ان مغاي غار الله سمي شغل اي وضع نيمان كان ما عرفتي لو مغعابو شيعه غار هان قولودو اي ورافضه اد يا دوفق يا ابو بكر عمر الخطابنا مالك كاسو هاري marka Cali ibn Abi Talib waxa fadli ugu filan yuhibbu Allah wa rasuulahu maalinka sallallahu saxiix nabiga uu yeeray walaalika waxa la tilmaama marka daaf uu qabay nabiga sallallahu alayhi wasallam gacan marka uu kaga tufay indhihi kadib uu caafimaaday kadib uu unfud ala rislik si xasilooni ku soco halkaana aad talooyinka nabiga sallallahu alayhi wasallam uu siiyana sidii uu uga soo baxay maalinkana fatihi kana ala yadayhi wa ila huna wa billahi tawfiq